قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فتح مصلى السيدات أمام النساء لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المساجد التي بها وعظات تتولى الإشراف على مصلى السيدات أو التي يتوفر بها زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة المسجد أو زوجة الإمام، على أن يتم اعتماد ذلك من رئيس القطاع الديني وذلك للإشراف على مصلى السيدات. وشدد وزير الأوقاف على عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات أو المشروبات في الصلاة وعدم فتح دورة المياه نهائيا تحت أي ظرف، محذرا في الوقت ذاته من اتخاذ قرار بغلق المسجد حال المخالفة، على ألا يتم فتح المسجد إلا بعد صلاة عيد الفطر المبارك. يؤكد الجميع أن الحفاظ على ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي أهم أسباب أو من أهم أسباب الوقاية ومن أهم الأسباب الواجب الأخذ بها. اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، القواعد المعمول بها حاليا والتأكيد على ذلك، أيضا استمرار تأجيل فتح الأضرحة إلى أن يأذن الله عز وجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء إن شاء الله، أيضا عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية سواء عقد قران أو عزاء أو داخل المساجد أو أي من ملحقات المساجد أو دور المناسبات، قصر صلاة الجنازة على الأماكن والساحات المفتوحة المحددة حاليا وفي غير أوقات الصلاة حتى لا يؤدي إلى ازدحام الناس داخل المسجد على النحو المعمول به حاليا، ليس هناك جديد. أيضا عدم السماح بإقامة موائد الرحمن أو موائد الإفطار العامة أو الخاصة داخل المساجد، السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف قرار مجلس الوزراء اللجنة إدارة الأزمة في المجلس بما لا يتجاوز نصف ساعة وبالطبع دون إلقاء أي دروس أو خواطر، قصر العمل تأكيده على الصلوات الراتبة فجر ظهر عصر مغرب عشاء خطبة الجمعة والصلاة بما لا يزيد على 10 دقائق عن نحو المتبع، برضو هنستمر في رمضان فتح المساجد قبل الصلاة ب10 دقائق وبعد الصلاة ب10 دقائق أيا كان بقى نوع الصلاة،